السلام عليكم حبيباتي، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ اليوم مطبختي معكم مع ثاني فواحد النقش بلدي خفيف وزوين في هذا الصيف. علاش لا ما نديروش لينا ونديرو لبنياتنا ونخرجوا في هذا الصيف شويه واخا الظروف اللي كاينه. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وغنبدا معكم بهذا النقشه ديال اليوم ما شاء الله بحول الله. بسم الله وبركاته الله، نبدا. ما غادي نديرو واحد النقش بلدي ماشي خليجي، نقش بلدي مغربي 100%. كتشوفو كملو أول شيء ذات مثلث، هذا الشكل كتشوفو. غنكمل معكم، غنديرو واحد معين تشوفون بعد ما رسمت معين، نزيد واحد اخر هكا ونكمل. اوكي، هذا هو الشكل النهائي ديال الحنة ديال اليوم، هذا هو الشكل النهائي ديال الحنة ديال اليوم. نتمنى انها تعجبكم صراحة. ما امكن نقرب الهاتف، كتشوفوا البنات هذا واحد النقش ديالي بعد ما ساليته تيجي على هذا الشكل.